طبعا احنا طالعين نتكلم النهاردة عن الأشخاص اللي بتطلع مرة واحدة ترند وبتبقى ترند مصر وبتبقى قلب مصر، والفيديوهات بحالها بتاعتها بتلف العالم كلها. احنا طالعين النهاردة والله مش عشان خاطر نعادي حد أو نقف ضد حد أو نسقط حد أو نبقى نجاح حد، بس زي ما احنا بنقوله على نجاح حد وننجحه بإيدينا، في ناس تانية كانت تستاهل النجاح ده، في ناس تانية تستاهل النجاح. حسام اللي طلع وبقى ترند مصر ده، ودلوقتي طالع بيتكلم ويقول في ناس عايزة تسقطني وفي ناس عايزة ترجعني تاني للأوحش وفي ناس عايزة تخليني أرجع تاني لأيام زمان. طيب انت نجحت، نجحت بإيه؟ ايه الحاجة اللي انت عملتها تنجح بيها؟ كنت غلبان وعملت حاجة غريبة وانت بتتباهى بيها دلوقتي وطالع قدام الناس بحالها بتقول انا بقيت اخلي ناس كتير ترقص، انا خليت الناس الاغنياء ترقص على اغنيتي. ترقص ايه؟ هو ربنا جايبنا الدنيا ده عشان نرقص الناس؟ ربنا جايبنا عشان خاطر نخلي الناس ترقص وتنسى ربنا سبحانه وتعالى؟ شفتوا بقى الناس بتاخد قدوة ايه؟ هو خد قدوته مين وعمل بقدوته؟ كل شخص فينا بيختار قدوة لنفسه، وهي ديت اللي بتفضل عايشة معاه، ولما بينجح بينجح بسبب القدوة دي. طب الشخص ده اللي بيقرأ قرآن، طب ما كان مرمي في الشارع برضه وقرأ قرآن وما بقاش ترند، محدش شافه ترند ومحدش شافه والله خالص ولا حد سمع عنه. وما أدراك ما الخاق، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، ذكر القوم فيها. ليه ده بقى ما بقاش حاجة؟ ليه ده ما بقاش حاجة كبيرة؟ ليه ده ما طلعش ترند مصر؟ عشان احنا بنشجع بس الحاجات التانية، عشان احنا بس عايزين الحاجات اللي ليه ده يسقط؟ ليه احنا بنكبر اللي زي ده؟ ليه لما ده طلع وغنى كلنا وقفنا في ظهره وبقى بيغني بقى هو أحسن من الشخص التاني ده؟ ليه الأغاني بقت أحلى من القرآن عندكم؟ ليه بقى اللي يقول حاجة كويسة يفشل؟ ليه أي قناة تطلع تتكلم عن الدين والقرآن وقال الرسول تسقط وتفشل؟ ليه دايما الأغاني هي اللي بتكبر؟ ليه دايما الحاجة دايما الوحشة هي اللي بتكبر؟ ليه ده بقى ترند مصر؟ طب ما هو شوفوا كان بيعمل ايه قبل ما يبقى ترند. دي قطع الجرح وكيف قضية خدها النفس سمع قلت من الله ويخصب سمع ايه الاخصاب كنا بنقول ملك خلاص ايوه على الهادي على الهادي كل مش بس هو ده اللي عجبكم احلى من كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه بقينا بننجح الفاشل وليه بقينا بنقف في ظهر أي كلام تافه بيه هو اللي بيكبر؟ ليه بنعمل كده؟ عايزين ولادنا لما يكبروا يتعلموا من ده؟ عايزين ولادنا لما يكبروا يشوفوا ده هو اللي فوق وناجح ويشوفوا ده ملهوش لازمة؟ ولادنا لما تكبر يشوفونا إحنا اللي كنا بنشجع ده ونسقط ده بإيدينا؟ ولادنا لما يشوفوا على تليفوناتنا ان احنا حاطين لده لايك وده عجبنا صوته وده عجبنا لأفعاله وسايبين ده زي ما هو محدش دور عليه، ده ما بقاش ترند مصر بس ده هو اللي بقى ترند مصر؟ هو ده بقى اللي هو ده الأيقونة بتاعتنا؟ ليه كده؟ في الآخر هو طالع يتكلم ويقول أنا خليت الدنيا في حالها ترقص على أغنيتي، ليه عايزين تسقطوني تاني؟ ليه عايزين ترجعوني تاني؟ شكرا يا سيدي ان انت رقصت العالم وشكرا ان انت رقصت الدنيا كلها، طبعا ده في ميزان سيئاتك،
مش عارفين نقوله ايه تاني والله.